في ناس عندهم ايه شغف بالشطب، بيحب يشطب، طلع حذوله وطلع حذوله وطلع حذوله، بعدين ايه يبقى زي الاهبل هذاك اللي قال ايه لا اعلم على وجه الارض واحد شيخ متنطع في الاردن، لا اعرف على وجه الارض مسلما اليوم قال او مؤمنا الا انا واحد ثاني شيخي في جبال باكستان. ما شاء الله عليك، ما شاء الله عليك، انت كلك على بعضك بتستاهل انه الله ارسلك محمدا، يعني يعني محمد مرسل اليك والله بقول الا رحمه للعالمين ارسله اليك يا اخي. طبعا في نظري هذا لا بنناقشه ولا انا عارف انه هذا مستشفى الامراض العقليه، اقسم بالله اعرف هذا والله جيدا كانسان، هذا انسان يحتاج مباشره يؤخذ الى مستشفى الامراض العقليه والله العظيم، وانا متاكد واقسم على لو اي عالم نفسي اختبره يعرف انه مجنون الزلمه، شخصيه مجعلك تعبان بالكامل، وكثير في زيه بيطلعوا على الفضائيات وفي المنابر وبيعتبروا المنابر هذه وهم مجانين حقيقه يا اخواني، وبتكلموا كلام لو اي طبيب نفسي حاذق يعلم انهم مجانين. لكن الجنون الاكبر والابشع ان العقلاء يستمعون اليهم ومبسوطين جدا. الله وبقعدوا يكبروا مرات، تكبر علي يا اخي، على هبلك، على هبلك، كنت بتتعلم المجنون انسان معقد تائه حيران مسكين ملتهب الشخصيه ولا فاهم راسه من رجليه. على كل حال قال لك انا وشيخي بس في الباكستان كل الامه كفرت، كله كله، الله اكبر، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، ولا سوف يعطيك ربك فترضى. يمكن هذا الله قال له يعطيك محمد هذا دخلك الجنه وانت ترضى بهذا، يرضى بهذا يدخل الجنه. أمة محمد يا أخي أمة البركة، هذا الخير فيها وفي أمتي اليوم القيامة، إني لا أخاف على أخشى على أمة الشركة بعدي، هذه أمة لن تلحد بإذن الله تعالى، كأمة فيها ملاحدة فيها مكان، لكن لن تكفر لن تشرك، ستبقى أمة التوحيد وستبقى أمة موحدة بإذن الله تبارك. نسأل الله أن يكثر هذه الأمة وأن يباركها وأن يرعب صدعها وأن يلم شعثها وأن يجمع شملها وأن يوحد كلمتها وأن يقيها الفتن ما ظهر منها وما بطن وأن يحسن عاقبتها في الأمور كلها وأن يجيرها من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أمين، لأننا نشهد الله من كل قلوبنا أننا نحب هذه الأمة لأنها أمتنا، لأنها أمة الكتاب، أمة النبي، أمة التوحيد، أمة لا إله إلا الله، كيف لا نحبها، كيف لا نعشقها، ونعشق أن تكون كثيرة ومباركة بإذن الله تعالى، ولا نعشق الشطب والإقصاء والإبعاد، الشطب حتى يبقى أي واحد أو اثنان، لا لا حاشا لله حاشا لله. طيب نرجع